كان ما شعلتش النار، الروايح موجودة والناموس والهم الكل فيه، وكان شعلت النار أكثر وأكثر. إذا خويا دخلك تو تشوف على عينيك، يقولوا لك حصالة ماهيش حصالة، يسبوا الزبلة ويردموها بالحصال. مثل هذه الحرائق هي معناها مصدر نتاع قلق، وتنجم تشتت مجهودات وحدات الحماية المدنية. حظ قاتل زادته أوساخ وفضلات لمصبات عشوائية وسط الأنهج وعلى رصيف الطرقات، إنها الفوضى البيئية في عدد من المدن، حيث تنتشر ظاهرة استفحلت هذه الأيام هي الحرق العشوائي لفضلات زادت من تردي الوضع البيئي، ولم تفلح لا تدخلات المسؤولين ولا المواطنين في الحد من هذه الظاهرة. يوميا كبلديه تصب العبد تعرق نصبها هكا زوز متر وغادي يصب لك لهنا ويمشي. عايش العباد ماهيش عايش، العباد هاك شوف فيها الشباب الكل مسكر، صور الشباب تطلق العباد الكل مسكر. هاك انت تو كيف جيت هونيه ما لقيتش حتى حريق، اما هاك تشوف التراس كيف وكل شيء. على النار، النار توصل لي للسور، ها هو السوري. سوري فهمتني؟ اقسم برب الكعبه الجمعه اللي فاتت وقت اللي لهبت النار سعيد هني هربت لدار صاحبتي، انا زمتيك بالفشفشيت. في الليل ما نرقدوش، رجل طلعك معايا للبركون وشوف على عيني. من الحرائق بالطبيعه العباد تشتكي كيس مسكر منهم، انا نجيب نحاس يحرقوا. سبحان الله بوند الزبله تشعل، يرمي بوند تاع السيجار وتشعل عادي. اما سموم ادخنه بالاخص ادخنه سامه من مواد بالاساس عضويه باعتبار 70 الى 75% من النفايات بتاعنا هي نفايات عضويه، يعني قابله للتحلل بيوديغرادابل. الهواء يتسمم، الروائح، الصحة تصبح مهدة، هذا بديهي. وفيما يشتكي المواطن ويحذر الخبير من عمليات حرق الفضلات، تؤكد الوكالة الوطنية لحماية المحيط أن عددا من الخبراء المراقبين يتمتعون بصفة الضابطة العدلية يعينون دوريا مثل هذه العمليات، وأن عقوبات صارمة تطال كل من يقوم بعمليات الحرق هذه. احنا فما نقولوا احنا معدل نتاع كل عام فما حكيت يمكن 50 محضر، ولكن زاد المواطن كي يتدخل ويعلمنا على الرقم الاخضر نتاعنا ولا حتى الموقع نتاعنا، احنا طول ما نتوجه ونقوم معنا بالعمل نتاعنا. كل شخص احنا كل شخص مادي ومعنوي معنا بيرسون فيزيك ومورال يقوم بحرق نفايات معنا في الهواء الطلق ما يتم تتبعه والعقوبات صارمه. قلنا احنا من 100 دينار ل 50000 دينار، في معظم الاحيان 10000 دينار هي العقوبه الخطيه المسلطه على كل إنسان يقترف الجريمة هذه. توجهنا للحماية المدنية للتحصل على إحصائيات حول عمليات حرق النفايات في تونس وتدخل أعوان الحماية المدنية، حين فاجأتنا صفارات الإنذار إنه حريق لفضلات تم حرقها على بعد أمتار من مقر اتحاد الصناعة والتجارة. عمليات الحرق هذا تكاد تكون دورية هنا. لاحظنا اللي باقي هذه الحرائق في تزايد، احنا كإدارة جوية بتونس سجلنا عدد 805 حريق منذ بداية السنة، أكثر من 200 حريق موجود بالفضلات والمصبات العشوائية، عندها خطر وأثر سلبي على المواطن وسلبي جدل. هذا في جانب، في جانب ثاني اللي معناها الحرائق هذه بالتجمعات السكنية يكون مصدر قلق كبير على البيئة وعلى صحة المواطن. مثل هذه الحرائق هي معناها مصدر نتاع قلق وتنجم تشتت مجهودات وحدات الحماية المدنية. وبين الجانب الردعي والقوانين الصارمة والجانب التوعوي للخبراء والناشطين في المجال البيئي، يبقى الأمر بين أيدي المواطن والسلطة المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة والتي من شأنها أن تضمن الحق في بيئة سليمة.